محمد سمير محمد رمضان. انت من اي بلد؟ من القاهرة سيدي، من مصر. اللي يعمل مع الارهابية تنتمي؟ واحد اسمه احمد ابراهيم التركي سيدي. احمد ابراهيم التركي؟ نعم. هذا يا جيش يسموه؟ جيش التحرير. جيش التحرير. نعم سيدي. يعني مجموعة كانت تحت قيادة احمد الدومة، ادم الدومة عمر؟ نعم سيدي. نعم. زين. شنو الاعمال الارهابية اللي قمت بها؟ والله سيدي قتلنا 6 من الحرس الوطني في فندق اور. شلون قتلتوهم بعد؟ جابوهم ساعدوهم علينا بالفندق وذبحناهم انا ومصطفى وذكاء الدين. ذبحتوهم؟ نعم سيدي. بالسكين؟ نعم سيدي. عرفت اسمائهم؟ لا ما عرفنا اسمائهم. عرفتهم من المحافظه منين؟ لا والله سيدي بس من الحرس الوطني. نعم نعم. يعني كان في ملاك الحرس الوطني؟ نعم سيدي. من يقول بلا حرس وطني؟ الله يعلم. يجوز من الشارع جايبين. الله يعلم. يعني الحرس الوطني شنو مقابل؟ هم كانوا لابسين لبس. يعني بس هو الحرس الوطني يلزم وينذبح؟ معقولة؟ والله سيدي كانوا لابسين لبس الحرس الوطني. زين. هاي العمليات شو كانت تمت؟ قبل شهرين سيدي.